أول شيء أنا أتشرف بوجود أخونا دكتور علي. وكما تكلمنا في السابق أن نحن نفتخر بالدول العربية ونفتخر في نفس اللحظة نقص الإداريين المميزين حتى يمثلوا العرب بين الأوروبيين وبين الأمريكان وأيضا في دول أفريقيا. فدكتور عادل هو الغني عن التعريف، ولا يوم من الأيام قال أنا فلان، ولا سمعت منه قال أنا كذا. أنا أعرف كل أشغاله اللي عمله مع الاتحاد الدولي مع أخونا الدكتور فايز سنتوغا. الجزء الكبير اللي ماسكنه الدكتور عادل جزء متعب جدا، سفريات لحلول مشاكل إذا كان هناك في مشاكل، والحمد لله الاتحاد الدولي من الاتحادات اللي احنا نفتخر ان نكون تحت مظلة هذا الاتحاد الكبير بين 196 دولة، يعني هذا يعتبر أمم. ودكتور عادل من يوم نحن عرفناه هو هذا ما تغير، يعني دائما متواجد معانا في اي مشكله تتعلق بالمناهج الاجسام تحصل هو اول واحد موجود ما يقصر. نعم. واكثر شيء هو اللي عمله اللي اخذنا نحن الاتحاد الدولي اي دي في 2013، هذا يعتبر ايضا انجازنا من الاشياء اللي عملها دكتور عادل فهيم اللي بدا يحل مواضيع الخلافات السابقه مع الاتحاد الدولي. ودخلنا مرة ثانية مكرمين معززين. فأنا أشكرك دكتور عادل. يبارك لك يا عبد الكريم، ألف شكر على كلامك طيب. بعدين طبعا ما ننسى وجودنا اليوم مع الأخ الحبيب العربي الثاني بعد سمير بنوت، يقول احنا هو أول أفريقي اللي هو متميز في رياضة كمال الأجسام خلقا وأدبا وعلما. كرمك الله. والتاريخ حافل، اللي يقرأ تاريخ مكاوي من يوم كان في مصر يشارك الى بطولات العالم الى النبا الى المحترفين، اعتقد هذه يحتاج الى الكتب والمجلدات. فرجل ايضا رفع اسم الدول العربيه تاريخنا. نحن في وقت هذاك ما عندنا ناس يمثلونا، يعني والعرب كانوا دائما في ذيله وقائمه. الان في 83 ما شاء الله كان ضربه قويه للاخوان في الغرب، يعني في اثنين عرب الاول والثاني من الدول العربيه. نعم. وهذا الحمد لله رب العالمين. وعن جدارة يعني. احنا اليوم موجودين على الخارطة، موجودين الان معززين ان في عندنا ايضا تاريخ. لو هذا اثنين ما اخذوا اول ثاني اعتقد هي فرصة راحت خلاص. يعني ما في شيء اسمه بنان الاجسام في دول العرب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وجودكم انتم، وجود اخونا حسنين. الله يخليك. لاعب كويس في كمال الاجسام. الله يخليك كابتن، مشكور. ودائما موجود معنا في دورات، في بطولات. مشكورك. الامور الادارية. والمنصة الكبيرة عندنا في الأكاديمية بين الأبطال الكبار. وطبعا أخوكم غني عن التعريف. نعم. زاهد جلاف. نعم. الأكاديمية حبيبنا جاسم. الراديو اللي دور كبير. نعم. نشر اللعبة في الخليج في آسيا الحمد لله رب العالمين. وأيضا أرجع مرة ثانية لابني محمد. نعم. بطل آسيا غرب الأطفال. حبيبنا. لاعب جيتسو، لاعب كاراتيا، لاعب تايكوندو، ما محمد وين تبغى توصل؟ الله يحفظه، الله يحفظه ان شاء الله. اوصل في النص لي عند اخونا محمد. الله يسلمك. عبد الرحمن حبيبي. هو ابو عبد الرحمن هذا الرجل. الله يخليك. في يوم انا عرفته. الله يسلمك. صدوق ومثقف. الله يسلمك. والشخص انا اعتبره يعتبر تاريخ لدوله الامارات. حبيبي والله. في معلومات. شهاده على راسنا. ابطال العالم والعرب يعرفهم. وخير الدليل الموقع اللي عنده، لو تدخل في الموقع تحصل موقع متميز، مش موقع صور وما ادري ايش ورقص، في موقع تاريخ من السبعينات الى يومنا. ما شاء الله. اه والله العظيم. لو تدخل انستغرام 74 اولد 74 اولد سكول 74 ما شاء الله تحصل ما شاء الله، يعني تاريخ كل الابطال موجود. ارشيف ونحن ينقصنا الارشيف. احنا مع الاسف الدول العربيه ارشيفنا ضعيف جدا. يعني اذا انا اليوم طلعت بشيء معين اللي يجي بعدي يهدم، ما يبني. للاسف للاسف ما يحط لي ان هذا ارشيف مثلا محمد، هذا ارشيف مرشد، حصل ارشيف يمكن يتلاشى مع الايام، لكن التاريخ يبقى. محمد زوب. انا اشكرك اخوي محمد اليوم. الله يسلمك. كان شهاده يا ابو الله يبارك. شهيد شهاده افتخر فيها. طبعا ما ننسى البطل مرشد مبارك، البطل الاول في دوله الامارات. نعم نعم. اول ذهبيتين لدخول دوله الامارات في كمال الاجسام عن طريق مرشد. نعم نعم صحيح. شباب والرجال. مرجال. اعتقد هذا مكسب كبير والحمد لله في 94. نعم نعم. وافتخر انا ان كان معي واحد اللي انا كنت ساير اول مره احضر بطوله العربيه
ومش عارف الا بعد العرض السباحي عرفنا موقعنا في الخارطه وين. كنا في سوريا صح بالاجنبيه، والحمد لله في وقتها موجوده حمد الجندي الله يرحمه، قاسم يزبك، نعم اخونا من الاردن وسموه سيرجيو اوليفا العرب. سيرجيو اوليفا العرب يعني، ما قال يعني هذا سيرجيو العرب. لكن بعدين جلب علينا بالليل قال لي انا شوف لعبي احسن، قلت لا لعبك مو احسن، شوف الرجلين وشوف رجلين لعب مالك. لا كان مميز يعني مميز، نعم نعم في التسعينات كان مميز ما شاء الله. قاسم يزبك قال لي ابو وليد لاعبك اول في وزنين بالرجال والشباب وبدايتين، هذا ضامنين انت ما شاء الله الحمد لله. واللسان مرض علينا سبحان الله يعني، عين عين هاي زياده عين. لكن منشف صح، وبعدين طاح مع المنافسين ماله بعض ما قدر اسم الدول، فظهر اعطوه ماده نشفوه زياده فاستوى جسمه مثل الخشب، شايف الخشب؟ انا انا بس وديت في تاكسي يعني سياره ما حصلنا بطوله، ما في سياره ولا اسعاف ولا اسعاف والله، اخذته في تاكسي جري على العياده، العياده العياده كان مسكر.